ينادي مناد كل ليلة من ليالي شهر رمضان: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. يا باغي الخير أقبل، هل أحد لا يريد الخير؟ كلنا نريد الخير، وكل الناس يريدون الخير، لكن الشأن لا يقتصر على الإرادة، لا بد من العمل. فإذا أردت الخير فاعمل، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فإذا أردت الخير فاعمل، اعمل الخير، ولا يكفي الإرادة. فإن في الحديث: العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فالأماني لا تنفع، والإرادة وحدها من دون عمل لا تنفع. يا باغي الخير أقبل، أقبل على الله بالطاعات، أقبل على الله بالقربات، وأول ذلك المحافظة على الفرائض في أوقاتها، ثم بقية الأعمال بادر بها، نوعها، اشتغل بها، فإنك بحاجة إليها عما قريب. والله عما قريب ستحتاج إلى الحسنة الواحدة حينما يحضرك الأجل، حينما يحضرك الأجل ويختم العمل وتتمنى الرجوع لتعمل صالحا، فلا تمكن من ذلك. فأنت الآن في زمن الطلب، وفي زمن الأمنية، وقد أهل الله عليك هذا الشهر، فبادره بالطاعات والقربات. يا باغي الخير أقبل، أقبل على الله وأعرض عما سواه، أقبل على الله بالطاعات والقربات والصدقات وفعل الخيرات، أقبل بكل أنواع الإقبال على الله، فإن الله مقبل عليك سبحانه وتعالى، ويتقبل منك القليل والكثير، ويضاعف لك القليل أضعافا كثيرة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فأقبل على الله بكل أنواع الإقبال، فإن الله مقبل عليك ما دمت مقبلا عليه. أما إذا أعرضت عن الله فإن الله جل وعلا يعرض عنك، فهو غني عنك وأنت الفقير المحتاج إليه.